وننظف البني آدمين والفنانين والعالم. اللهم أبد دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. قدنا يلا احسن وانضف البني ادمين والفنانين على تمام. اخر لقاء يعني اخر مره شفتيه كان وفاء، كله كان بيحبه يعني بامانه، يعني حزن كبير من جميع الوسط الفني. بعد اذنك يلا